يوم جديد وفلوج جديد. متأخرين صح؟ أنا ودي يوم كذا نقوم بدري ونفطر ونروق. كل يوم متأخرين متأخرين أعوذ بالله. صباح الخير جميعا. طيب بما أن احنا نحب تأليف طبخات راح نألف شيء اليوم. كله تأليف تأليف. ناخذ التوست نقول بسم الله وناخذ حبتين. بالنسبة للبريك والله ما في شيء ناكله في البريك. كويس يعني أنا ناس قبل فترة فهذا راح ناكله في البريك إن شاء الله. ناس كثير يحتاج شوكة. يا شوكة تعالوا هنا. حلو فطور اليوم غريب ولذيذ وخفيف. غريب تاخذ قطعة توست تحط عليهم ايش؟ بينا بتر. ليش كذي مش واضح؟ وعلى قطعة ثانية بعد تحط بينا بتر. هنا صدمة. بعدين شو تسوي؟ تاخذ كرن فليكس. يا الله يا زينان. والخطوة الأخيرة تاخذ شوية عسل تحطها على السندويشة. كذا يكون عندك سندويشة كرن فليكس بالبينا بتر بالعسل. وقول بسم الله. والحق هبا يا جماعه راح عننا الباص. شو الباص هناك والمحطه هنا لكن احنا قدها ونلحق. قدر الله علي روح علي الباص. والله يا جماعه يمكن متاخر بس 20 ثانيه. شفت كيف 20 ثانيه ايش تسوي؟ 20 ثانيه هذه وانا كنت احط الكورن فليكس على السندويش. مشيت لما المحطه الثانيه لان هنا ان شاء الله مدلعينهم محط لهم كرسي وحركات ودفه هنا داخل واحنا بس كذا تتوقف تنتظر الباص. بننتظر الباص لما يجي. شوفوا اوريكم البيوت اللي هنا. اللي تحت كذا صاله ومطبخ وحمام انتم كرامه، واللي فوق غرفتين نوم وحمام انتم كرامه. هذول البيوت يتم تاجيرهم سنويا مو شهريا. بالسنه تدفع 10000 دولار يعني تقريبا حول 30000 ريال سعودي. جا الباص. Health and Human Service. وصلنا المبنى المحبوب. طيب يا جماعة حاليا عندنا بريك كويس. جبنا اناناس عشان الحين ناكل. سعره 3 دولار ونص يعني حول 10 ريال. لذيذ وخفيف تاخذه معك اي مكان تحطه في الشنطة ولا اي شيء. بالعافية عليك. طيب بما ان احنا قاعد ناكل اناناس الحين هنشوف ايش هي فوائد الاناناس. نفتح جوجل. الله عليك يا جوجل. شكرا والله جوجل. فوائد الاناناس. تعرف على فوائد الاناناس. يمنع تراكم الدهون، تعالج مرض القلب والتهاب المفاصل ومشاكل في الجهاز التنفسي، تعمل على علاج الجروح والتقرحات، يساعد الاناناس على حمايه من زياده حموضه المعده، كما انه يحتوي على فيتامينات تريب الجلد والحفاظ على نقائه. نقائه والله شكرا لك. الحين خلاص نروح الكلاس. I know. غريبة يا جماعة اليوم طلعتنا بدري. ما صار على كلاس تقريبا 45 دقيقة إلا قال خلاص إذا تبون تروحون روحوا خلاص. اليوم أنا تعبان شوية. والله سلامتك. والله يعطيك ألف عافية. شيء جميل إنك تطلع قبل ما ينتهي وقت الكلاس يصير عندك وقت فاضي. ترى كلها ساعة اثنين. فحاليا ناخذ الباص. دائما احتار ايش نسوي على الغداء. يا جماعة إذا عندكم اقتراحات اكتبوا. نبغى نسوي أشياء جديدة. ما نبغى كل شوي تيجي أغاني وكذا وسرع وسرع. نبغى نسوي أشياء جميلة. والباص الحق. شوف ايش حصلت. مكتوب ويلكم تو بايبل توك. بايبل اللي هو كتاب الانجيل عندهم. احنا المسلمين عندنا قران، هم المسيحيين عندهم بايبل. شكرا على المعلومه. لا جد شوفوا مكتوب انهم راح يتجمعون في هذا العنوان يوم الاحد الساعه 3:30. غريبه عندهم مثل هذه الحركات. والله توني ادري كيف يعني يتجمعون في البيت كذا وكل واحد يحفظ ويسمع للثاني. بس شوفوا حركه ذكيه الحين. الكل قام يحط بلاستيك على الاوراق عشان لما ينزل مطر ما يخرب الورقه. ما اذكر اني شفتها من قبل لكن حلو الحين الاغلب قام يطبقها. طيب شباب وصلت السوبر ماركت حاليا عشان بسوي لي غدا، لكن المشكله ما عندي اي فكره غدا. فالحل المناسب في هذه المواقف جوجل. غدا سهل وسريع. قمتي متاخره تبغين تدلعين زوجك في الغداء؟ لا بسم الله الرحمن الرحيم ما حد قمتي متاخر. مائدة الغداء على طول. تعرفون كيف؟ نروح السوبر ماركت ونشوف ايش موجود وناخذه. غصبت نفسي اني ما اخذ لا سله ولا عربيه ولا شيء عشان يلا يا اثنين اللي تشيله بيدك خذه ولا تزود. ان شاء الله تنفع الحركه هذه. الله يا شباب كوني انا من عشاق الفطور حصلت هذا. ما ادري شيء جديد اول مره اشوفه. لشركة كواكر 5 دولار يعني تقريبا 15 ريال. شيء جديد ونجرب على الفطور. هذا نقدر نشيله بيد واحد زي كذا. الحين نشوف الغداء. اذا افكر في الفطور باقي غداء بس. رجعنا لاختبار الفطرات. كيف يا جماعه؟
شاء الله اليوم على الغداء راح نسوي سباكيتي مع نقارب. حاليا نروح الملحمة ونشتري نقارب من هنا. طلعت حركة حلوة، تدخل لا تاخذ سلة ولا عربية. يلا اللي بيدك خذه. طلع الحساب 8 دولار و65 سنت، 5 دولار على حق الفطور، 3 دولار حق المكرونة، 65 سنت راح ضرائب للحكومة عندهم. 8 دولار و65 سنت يعني تقريبا حول 25 ريال. كويس، نتوجه الملحمة. خدت 6 حبات ب 6 دولار، يعني تقريبا هذا 18 ريال، نقول كل حبة بدولار، ونرجع الشقة. توني بدخل الشقة الا شوف ايش حصلت عند الباب، حق البريد جو، بيقولون تعال بكرة استلمه من مكتب البريد. حلو، يعني الأغراض اللي أرسلوها أهلي وصلت. الحمد لله يا رب، إن شاء الله فلوق بكرة ونروح نستلمها. تعرفون ايش؟ بعد ما رجعت البيت وكل شيء، لقيت شخص كاتب في... بسم الله الرحمن الرحيم، ايش فيك؟ بتاكل اهدى بتاكل. فتحت الانستغرام لقيت شخص كاتب نيال لا تنسى تروح الإدارة وتغير العنوان البريد. خلاص أنا رجعت وكل شيء، فإن شاء الله المرة الجاية راح نغيره، وأنا جدا متحمس للفطور بكرة إن شاء الله، راح نجرب هذا الشيء الجميل، ما عمري جربته، فنشوف بكرة كيف يكون. وبكره بعد نروح البريد ونستلم الاغراض ان شاء الله. كان كثر بكره. طيب حاليا ايش راح نسوي؟ نحط الماي، نخليه يغلي، نضيف عليه الزيت. بعد ما نضيف الزيت نضيف عليه شويه ملح. حلوين حلوين. باذن الله راح نسوي سباجيتي بالنقارق. شباب اوريكم حركه يا جماعه علمني عليها ولد خالتي، لكن هو سواها مع النقارق العادي، بشوف هل تضبط مع النقارق هذا ولا لا. واحنا زي ما تعرفون يا جماعه دائما نحب نجرب، تجرب اي شيء ما بتخسر، ان كان شيء كويس استمر عليه، ان كان شيء سيء تعلمت انه خطا وما تسوي مره ثانيه. الحياه حلوه. ناخذ واحد للتجربه. ما اتوقع ينفع، بس بقول لكم الخطه كانت كالتالي، ناخذ واحد من حق الشيء الجميل ونحطه زي كذا ونطبخه. مين يقول لا؟ خلينا نجربها. هذا شكله يبغى له طبخ جبنه العيد. بسم الله. تعرفون كيف؟ ما ينفع. ناخذ من سباجيتي ونكسره. خلينا نسوي فيلم كذا على اننا معصبين. شنو قلت عني؟ تتكلم عني؟ تتكلم؟ تتكلم يا دنيان؟ والهوت دوغ؟ نطبخه بالفرن. ليش اسوي زي كذا؟ نطبخه بالفرن. يا الله يا ثنيان كل شيء اسوي منه قصه. بعدين ليش لابس الطاقيه؟ خلاص ارضى بالواقع يا ثنيان. شوي لو سمحت. واحد اثنين، نقول ان شاء الله اثنين يكفون، والباقي نتعشى فيه ان شاء الله. قول بسم الله الرحمن الرحيم ونرجع لفقره السحر. استغفر الله مو سحر، خفه اليد. نرجع لفقره خفه اليد وعندنا هنا شيء ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله تبارك الله لا اله الا الله. بعد مره واحده لا اله الا الله. الله اكبر الله اكبر. كل ما يطول مده الغليان هنا كل ما يصير ما ادري ايش قاعد اقول. بس هلا ابوي. بعد ما صفينا من الماي سلام. الله 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 يا سلام. ولا شويه كذا من صلصه الطماطم. باقي دقيقة بس يخلص. الله الله يا سلام. ونشوف بعدين ايش احسن، اللي بالفرن ولا اللي بالقدر. سلام سلام. كني سمعت احد يقول باقي خلطة الافوكادو. خلاص يا جماعة خلاص. هنا الافوكادو تيجي تمشي كذا من ورا. بسم الله الرحمن. لا لا اذا حضر المعتاد اللي هو الخس والسبان في الجرجير ينام الافوكادو وقت. يا مرحبتين يا هلا والله. حياكم يا جماعة حياكم. سباجيتي والدجاج والمعتاد واللبن. نقول ايش؟ نقول بسم الله. اليوم مرتفعين والله زيادة. الحمد لله بعد العشاء ذكرت يا جماعة ان اليوم التاريخ 27 جانوري، يعني اليوم ينتهي تأمين السيارة ولازم اجدد اليوم، لان اذا طلعت برا وشافتني شرطة ولا شيء ممكن يسحبون السيارة. فالحق يا ثنيان شيل الجاكيت 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 كذا نكون جاهزين. تعرفون كيف؟ مكان تأمين السيارة هو جنب سوبر ماركت وول مارت. نروح نشتري دباسة. الدكتورة كل شوي ستيبل يور بيبر ستيبل ستيبل خلاص من ستيبل دم خلاص. ونشوف إذا البنك مفتوح. يا الله بدأت المشاوير الحين فجأة عشان أبغى ناخذ قروش للغسالة. كل شيء معنا جاهزين؟ وننطلق. شوف أنا رايح لول مارت إيش حصلت؟ سيكل حق شخصين. الله الله كل واحد معلق قوته. طيب لو هذا اللي ورا يبغى يلف إيش يسوي؟ شيء جميل والله. طيب يا جماعه واحد الله يهديه نسى اوراق التامين في السياره، فاول شيء جينا لول مارت ونشتري دباسه. اذا تبغون نصيحتي اذا جيتوا تشترون شيء تلقى مثلا شيء رخيص وشيء غالي. مثلا هذه الدباسه ب 5 دولار يعني تقريبا 15 ريال اقدر اشتريها كويسه، وهذه الدباسه ب 11 دولار يعني تقريبا 33 ريال سعودي اقدر اشتري هذه مثلا اقول ارخص، لكن هذه ممكن تقعد معي شهرين وخلاص تخرب، تلقى هذه ينكسر ولا يتفكك ولا اي شيء. خذ النوع الكويس وهذه تقعد معي لما نهايه البعثه. العالم كلهم يطلعون. وش يسوي هذا؟
المهم راح نشتري هذه الدباسه اللي ب 11 دولار. طيب الحين نبغى دبابيس. حصلنا دبابيس هذه بدولارين يعني تقريبا 6 ريال. حلو يعني المجموع كله يطلع 39 ريال. يلا نطلع نروح الحاسب في العالم اللي وراي. وانا قاعد اسولف واتكلم ماخذ راحتي. نرجع السياره عشان في بعض الناس ناسوا الاوراق. كويس جبنا اوراق التامين وحاليا جدد تامين سياره. ما تعرف كيف يجددون تامين سياره في كندا؟ اسهل علي هذه مره. اسهل علي انا اوريك كيف يجددون تامين السياره هنا، ايش المتطلبات وكل شيء. الحين اوريك. ندخل والمارت. هذه شركه التامين. And how long did you want to renew for? 3 months. If I want to have my name on the plate, what should I do? Okay. Thank you. Leave my phone behind, please. Thank you. It's okay. Do people take it sometimes? Yeah, we started with like 10 this morning and we have 2 left. Sorry. It's okay. طيب اذا انت شخص مبتعث او شخص راح يبتعث قريب او شخص ممكن يطلع يسافر برا ويحتاج تامين للسياره، الكلام هذا راح يفيدك ان شاء الله. اعطونا اضاءه يا جماعه كذا حلوين. للتامين السياره في انواع. طبعا نفس السعوديه مثلا في تامين شامل، تامين للغير، بس اللي انا مختاره تامين للغير. وانت تختار تبغى تدفع كل 3 شهور، كل 6 شهور، كل سنه. انا ادفع كل 3 شهور وادفع 450 ريال وادفع 450 دولار، يعني تقريبا 1350 ريال سعودي. وطبعا انا مو ماخذ تامين شامل، يعني حتى لو سمح الله صار لي حادث ما يحتاج اصلح الكامري، خلاص موديل 99. ولما تيجي تجدد تامين يسالونك اسئله، هل مكان العمل ولا الدراسه ابعد من 50 كيلو ولا لا، وهل في شخص ثاني يسوق السياره غيرك، وهل السياره عندك في البيت ولا توقفها بمكان ثاني. الحمد لله جددنا تامين لما شهر ابريل، ذكروني في تاريخ 27 ابريل اجدد تامين مره ثانيه. هذا بس احطه على السياره خلاص يعرفون الشرطه اني مجدد لما يبرد. وهي صح سالتها اذا ابغى اكتب اسمي على اللوحه كيف؟ قالت لي تدفع 100 دولار عشان تعبي البيانات وبعدها تدفع 40 دولار كل سنه. يعني صراحه توقعت اغلى من زي كذا. تخيلوا نكتب كذا تون 16. الله 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 الله. وكذا يكون انتهينا بطريقه كيف تجدد تامين السياره في كندا. وما ياخذ وقت يعني، حتى انا اول ما اخذت الكامري جيت عند مكان التامين قلت لهم ابغى اجدد، قالوا تبغى شامل ولا بس ضد الغير؟ قلت لهم ضد الغير. قالوا خلاص ادفع 450 دولار لمده 3 شهور. حلو شكرا يلا مشينا. هذا التامين القديم، راح نشيل جون 2016 ونحط بداله ابريل. وهنا يقول لك اليوم ينتهي في تاريخ 27 اللي هو اليوم. بسم الله. كذا يكون تم تجديد تامين السيارة. اوه يا جماعة ما رحنا البنك، حاليا الساعة 6 واكيد البنك قفل، ما علينا نروح بكرة ان شاء الله، ما شاء الله كل شيء بنسويه بكرة. رجعت الشقة، لكن تعرف الشعور اللي لسه كذا ابغى اطلع، يا اخي ما ابغى ارجع الشقة، لكن وين بروح؟ حاليا الساعة 6:30 وكل شيء مقفل. لقيت هاشتاج بتويتر ان المحلات بتقفل في السعوديه الساعه 9 الليل والعالم زعلانه. لا ليش تقفل الساعه 9؟ ايش نسوي؟ وين نروح؟ تفضلوا شوفوا هنا الساعه 5 وكل شيء قفل، ما في الا السينما مفتوحه وتيم هورتنز. والله اشتقت للسعوديه، تروح اي مكان ولسه الساعه 9 الليل وباقي مفتوح. ندخل الشقه. طيب يا جماعه كذا يكون وصلنا لما نهايه الفلوق، توني منتهي من المونتاج وكل شيء الحمد لله. معلومه عني دائما احب احسب كل فلوق سويته كم ياخذ مني. هذا الفلوق اخذ بالضبط 4 ساعات و10 دقائق. تتعب ما تتعب كله بعدين يهون في لما تقرا. تستاهلون كل الخير والله. سؤال اليوم يقول، شوف انا كنت افكر ايش اول مقطع شفته في اليوتيوب، والله ناس يا جماعه. فسؤال اليوم يقول، ايش اول مقطع في حياتك شفته في اليوتيوب؟ كيف اول مقطع في حياتك شفته في اليوتيوب؟ ايش اول مقطع شفته في اليوتيوب؟ اكتبوا تحت في الكومنتات، ممكن يكونون في اشخاص شافوا نفس المقطع. كان معكم ثريان خالد، خليكم دائما متفائلين وايجابيين، والسلام عليكم. نروح ننام. فيبغى لها كم يوم لما توصل هنا، وبالنسبه لصندوق البريد اللي افتحه ما يدرون ممكن 11000 شخص يشوف هذا الفلوق.